يعود المسرح ليفتح فضاءات الثقافة والفنون اليوم في الجزائر، لأنه المؤسسة التي تم تأميمها بعد البنك الجزائري في 8 جانفي 1963. بعتبة الاستقلال صار المسرح مسرحاً وطنياً جزائرياً مؤمماً، ترفرف بعرياء مؤسسته راية العزة والحرية والكرامة. وبهذه المناسبة عفواً، سنعمل اليوم على أن يكون هذا التاريخ 8 جانفي التاريخ الاستثنائي المجيد، أن يكون يوماً وطنياً للمسرح الجزائري.